مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن سهم لوسيد في صفقة افتراضية في تداول ورقي على الإطار الزمني الطويل الأجل. مبدئيا أنا كان لي صفقة افتراضية في تداول ورقي في سهم لوسيد حول مناطق تقريبا 3 دولار و94 سنت، بعيد جدا عن المستويات التي هو عليها الآن حول 2 دولار ونص تقريبا. ليه كان في صفقة افتراضية حول تلك المستويات في السابق في سهم لوسيد وما زلت محافظ عليها بل وأسعى للتعديل؟ تعال نشوف. كان مبدئيا السهم في اتجاه عام هابط أو ثم قام بتكوين تحرك أفقي أقرب كثيرا لنمط القاع المزدوج، هنشرحه دلوقتي بالتفصيل، بس أهم حاجة كان الاتجاه وقتها هابط ويبدأ في التحول. معالم هذه التحول كالآتي: قاع ثم قاع آخر أعلى قليلا وكسر ناجح للأعلى. انتظرت الارتداد من الدعم ولقد كان، ثم انتظرت تصحيحا، ثم انتظرت بداية الانطلاق. يعني استوفيت جميع معايير الصبر الممكنة على سهم لوسيد قبل التجرؤ على فتح صفقة افتراضية فيه، ورغم كل تلك معايير الصبر إلا أنه لم أكن موفقا. ليه؟ حدث ما حدث من هبوط عنيف وبفجوة سعرية ضخمة ولمس في وقت من الأوقات دولار 92. طبعا ساعتها شبح اتجاه هابط مستجد ولو بزاوية ميل أقل كان وارد، فانتظرت حتى يرتد السهم للأعلى. بمرور الوقت بدأ السهم يتحرك أفقيا بشكل واضح فيما بين الدعم حول دولار 92 وما بين المقاومة حول 3 دولار 62، وتكرر الهبوط من تلك المقاومة بتكوين قمم متتالية عند نفس المستوى حول 3 دولار 62، وتكرر الارتداد لأعلى من عند الدولار 92، ولذلك هو اتجاه عرضي محتمل وليس اتجاه هابط مستجد. ده في حد ذاته دفعني ان انا اركز على المنطقة دي في الوقت الحالي. تعالوا نشوف تفاصيل اكتر. هنلاحظ ايه؟ اول حاجة هنلاحظ ان عندنا مستوى غاية في الاهمية حول 2 دولار 66. هذا المستوى كان في السابق يعمل كدعم اكثر من مرة قبل ان ينكسر لاسفل ويتحول الى مقاومة ايضا اكثر من مرة ويرتد منه لاسفل 3 مرات متتالية. الآن تمكن السهم مؤخرا وبأحجام تداول مرتفع أثناء الكسر والانطلاق لأعلى إنه يرجع تاني فوق 2 دولار 66. طبعا إذا ما شئنا الدقة ووفقا للتحليل السابق لسهم لوسيد في الفيديو السابق، احنا قلنا 2.66 دي حدها السفلي كام؟ كتبناها مع بعض أنا متذكر 2.5 دولار. وبالتالي هذا الحيز الضيق من حوالي 16 سنت أو 20 سنت يمثل دعما غاية في الأهمية على الإطار الزمني القصير في سهم لوسيد، يسمح له بامتصاص الضغط البيعي قبل استئناف رحلة الصعود مرة أخرى نحو المقاومة المذكورة عند 3 دولار 62، ألا وهي الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي. وبناء على كل ما سبق، قدرة لوسيد على الالتزام بالثبات والإغلاق فوق 2.5 دولار تكون فرصة سانحة. ليه؟ لأن المقاومة عند 2.5 دولار ستتحول إلى دعم، ولذلك أراها فرصة جيدة لتعديل المركز. طيب في نقطة تانية، لو لأي سبب نزل لوسيد نحو 2 دولار يستحق بالنسبة لي التعديل، ولو تجاوز 3 دولار 62 سنت يستحق الإضافة، ومن أجل عدم تضييع فرصة التعديل في تلت المسافة الأول فأقوم الآن بوضع
أمر تعديل أو إضافة كمية افتراضية على الكمية الافتراضية القديمة بسعر أدنى كثيرا بغرض التعديل الآن، ولأنها مخاطرة غاية في الارتفاع very high risk، فسألتزم ب1% فقط من الكاش الافتراضي المتاح. وبالتالي عندما أضع الأمر سأكتفي باستخدام $1000 افتراضية فقط مما هو متاح على البرنامج من أصل 100,000. طيب السوق الآن أثناء التسجيل مغلق، وبسبب دواعي السفر التي أنا عليها الآن صعب أوي أسجل أثناء التداول، لأني هكون خارج المكتب أو خارج الفندق أو خارج المكان الذي أقيم فيه. فأنا عايز دلوقتي أضع أمرا يصبح ساري التنفيذ بعد الافتتاح. فأول حاجة هعمل رايت كليك وأقول باي لو سيد. قبل ما أبدأ باي لو سيد أنا عايز أعرف المقدار. هنقسم $1000 ألا وهي 1% من الكاش الافتراضي على $2، خليني أقول مثلا 70 وليس ونص وليس 66، رغم إن البري ماركت بيقول 60، مجازا خلينا نقول 70، يعني إحنا محتاجين 370 سهم. يبقى رايت كليك باي ستوب. طيب تعالوا نشوف بقى هنا الكوانتيتي 370 سهم. عايزين ستوب اوردر، طبعا امر الحماية هيبقى بعيد جدا تحت ال$2 او الدولار 92، خلينا نقول $75 مجازا بس عشان نملأ الأمر، وجني الأرباح خلينا نقول مجازا حول الأربعة، هنا مجازا حول الأربعة عشان بس نفعل الأمر. نخلي بالنا إن الأمر ده لم يفعل الآن، سيفعل إذا لامس سهم الوسيد أثناء الجلسة منطقة $2.70، وتضاف الكمية إلى الكمية الافتراضية القديمة to enable the no ماشي اوكي. طيب تضاف إلى الكمية القديمة التي كانت حول $3.94. طبعا أنا كان يهمني أشرح كل الأسباب دي عشان تفهم متى يكون التعديل وكيف يكون التعديل ولماذا يكون الصبر على التعديل. يعني مثلا أنا هنا ضحيت بإني أستغل هذا القاع نظرا بسبب التخوف من شبح اتجاه هابط ولو بزاوية ميل أقل، وانتظرت أن يتأسس الاتجاه العرضي. الموضوع في التداول عايز صبر رهيب للغاية. تعالوا مع بعض نفتح مسودة المتاجرة ونضيف هذا الأمر في سهم لوسيد في المسودة لكي يكون معانا بإذن الله صفقتين افتراضيتين مفتوحتين في سهم لوسيد. عشرين خمسة وعشرين خمسة 28 الفترة المتوقعة طويلة الأجل، الأداة الاستثمارية سهم لوسيد في الاتجاه الشرائي، سعر الدخول $2.70، صمام الأمان $75، مستهدف الصفقة $4. طبعا مستهدفات استرشادية، هنا بقى مفيش عائد للمخاطرة لأن صمام الأمان نظريا محطوط لكن فعليا مش مستغل. الكاش الافتراضي 1% فقط من الكاش الافتراضي، كمية التنفيذ كنا قلنا تقريبا 370 سهم تقريبا. قسمنا كام؟ قسمنا الألف على $2.70 يعني 370 سهم. للإغلاق الفعلي لسه، مكسب أو خسارة لسه، تاريخ الإغلاق لسه. ده سريعا كده قدر المستطاع. وهنا في الفيديو ده احنا استغلينا حاجتين، ازاي اعمل اوردر اثناء غيابي عن الشاشة بسبب ظروف قهرية، سفر، عمل، خروج، ايا ما كانت الظروف التي تجبرك على الابتعاد عن الشاشة، ومحتاج في نفس الوقت تملأ محتاج في نفس الوقت تملأ اوردر. ولذلك كان لوسيد خير مثال في هذه الظروف
الخاصة. كورس بي سي اي باب الاشتراكات مفتوح على رقم واتساب المبين امام حضراتكم على الشاشة. هنبدأ 1 يوليو 2025 باذن الله. للتعاون التجاري البريد الالكتروني مبين امام حضراتكم على الشاشة. كان معكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق ان شاء الله.